تشاهدون في برنامجنا لهذه الليلة قصتين حقيقيتين عن تحرير رهائن مخطوفين. قصة اختطاف فتاة صغيرة من منزلها من قبل مصوري أفلام مسيئة برازيليين. من النادر اختطاف الأطفال من أجل الفدية هذه الأيام، لم يعد الخاطفون يريدون خطف الأطفال من أجل الفدية. وقصة اختطاف أخت وأخيها من قبل تجار فاحشة. ما أستطيع فعله هو إعطاؤكما اسم شخص ليساعدكما. هناك فرصة واحدة، إن فشلت سينقل الخاطفون الرهائن ولن يتم استردادهم. وفق لإحصاءات وزارة العدل الأمريكية، هناك 2000 طفل يتعرضون للخطف اليومي في الولايات المتحدة. لذا فمع الوقت الذي أنهيت فيه إخباركم بتلك المعلومة الإحصائية، تم اختطاف طفل جديد. يقومون بخطفك وبالسيطرة على وضعك وإخافتك، وقد يقوموا بأذيتك. فهؤلاء الخاطفون مدربون ومسلحون وبلا رحمة، ولكن هناك نخبة مدربة على مكافحة هذا التهديد. هيا هيا، أعطني إياه. ماذا يجري؟ هيا، حان الوقت لتتصل بها لنستغل غيابها. مرحبا، أتريدين رؤية الطفل؟ أهناك أحد؟ أهناك أحد؟ هل أنت مستعد؟ هيا هيا هيا، أعطيني الفتاة بسرعة. هيا إلى الخلف، هيا تحرك، فلتتحرك. هيا بسرعة بسرعة، هيا 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 بسرعة بسرعة بسرعة، هيا انطلق. ها نحن ذا. ابنتي، يا إلهي أرجوكم ساعدوني. جين، فليساعدني أحد. يا إلهي يا إلهي. حين تحصل واحدة من عمليات الخطف هذه، فإن صلاحيات رجال القانون تكون محدودة فيما يخص ما يمكن لهم فعله. فهناك مسائل تتعلق بأخذ الأذونات، وهناك قيود قضائية على عملهم. ولهذا السبب من المفيد وجود منظمات خاصة تستطيع سد تلك الثغرات. لم ألتقي بأي شخص يقوم بالعمل الذي نقوم به، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يوافقون على ما نقوم به. لدي منظمة خيرية تدعى مهمة إنقاذ الطفل، وهي تقوم بإنقاذ الأطفال الذين تم اختطافهم من أجل استخدامهم أو بيعهم في سوق فاحشة الأطفال. ورغم أن رجال FBI يقومون باقتحام البيوت واعتقال الأشخاص الذين يقومون بتحميل صور إباحية للأطفال، ولكن لا أحد يذهب إلى الأماكن التي يتم فيها احتجاز أولئك الأطفال، حيث يتم تصويرهم وما شابه. أما نحن فنفعل ذلك. من النادر أن يتم اختطاف الأطفال من أجل الفدية هذه الأيام. لم يعد الخاطفون يريدون خطف الأطفال من أجل الفدية، بل أصبح كل طفل يباع بمبلغ كبير من المال إلى تجار فاحشة الأطفال، والأطفال ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء هم الأغلى.
ويمكن اختطاف الأطفال من أي بلد ويأخذونهم إلى بلد آخر ويقومون بتصويرهم ضمن أفلام وصور ثابتة ويبيعونهم في أنحاء العالم عبر الإنترنت. ابنتي! لقد قام أحدهم بخطف ابنتي! جيني اختطفت يوم عيد الميلاد من فناء منزلها الأمامي وتم خطفها حيث ذهبت والدتها لتجيب على الهاتف. جين! عادة لا أبحث عن مكان الطفل المخطوف، بل يقوم محقق خاص أو شخص آخر بتحديد مكان وجود الطفل المخطوف، وأذهب أنا فقط من أجل استرداده. رأت عائلة هذه الطفلة موقعي على الإنترنت وسألتني إن كنت أستطيع المساعدة، وتمكن محقق خاص من تحديد مكانها وأخبرنا به وقال إنها موجودة في البرازيل. يتكون فريقي من مجموعة من المقاتلين المخضرمين المتمرسين ويعملون كمتطوعين. حسناً، تفضلوا بالجلوس. بداية أريد شكركم على قدومكم، سبب اجتماعنا هذه الطفلة، إنها محور اجتماعنا لهذه الليلة. حسناً، تم اختطاف جيني من منزلها في كاليفورنيا وتم تهريبها إلى خارج البلد حيث أخذوها عبر المكسيك إلى أمريكا الجنوبية وهي الآن في البرازيل. أنا أولاً. لا، انتظر قليلاً. هيا هيا يا فتاة، هيا هيا. مرتين مرتين، هيا هيا. قلت لك مرتين، هيا. ما سنقوم به عمليا هو تحضير فريقنا المؤلف من 5 رجال، وسنسافر بالطائرة ولدينا وسطاء على الأرض، وهؤلاء أعطونا معلومات الحديثة على أن الفتاة على قيد الحياة. رحلتنا بالطائرة ستستغرق وقتا لأننا سنتوقف 3 مرات للتزود بالوقود، وعندما نصل سنغادر الطائرة ونذهب إلى مخبأ محدد، سنأخذ عدتنا ونأخذ منه أسلحتنا وننطلق إلى مهمتنا. كان أنت عنصر الاقتحام، جافن أنت عنصر الأمن، كريب وجيسي الفريق الثاني. سننتقل مشيا من هذه الطريق إلى هذين الكوخين. هل لدينا أي معلومات عن عدد الحراس المتواجدين هناك؟ لا، لكن لدينا وسيط على الأرض قام بتأمين وتخبئة بعض الأسلحة لنا. وكيف سنجد ذلك المخبأ؟ حين ننزل من الطائرة سنتحرك إلى خط الأشجار وبعدها نسير إلى أسفل حوالي 100 متر، حيث من المفترض وجود المخبأ هناك. سأخذ هذه العلبة التي سنضع فيها الطفلة، إنها مضادة للرصاص وأنا سأحملها. جافن، أحضر الوجبات الجاهزة والمؤونة من الماء، وكريب وجين حملا الطائرة بالتجهيزات الطبية، وأنا سأخرج إلى الساحة الخلفية وأحرق هذه الأوراق والوثائق وجميع المستندات والخرائط الأخرى. هدفنا إعادة الفتاة إلى منزلها. حسناً، هيا بنا. نحن لا نبيت نية لإيذاء أي شخص، وددت لو طرقت الباب وقلت مرحبا أريد أخذ الفتاة وكانوا مستعدين لإعطائي إياها. لو كان بمقدورنا لاشترينا الطفل، وقد حاولنا ذلك ولكننا لم ننجح. حين يصبح الطفل أو الأطفال في عهدتنا سنقوم بفعل كل ما علينا فعله للتأكد من الحفاظ على السلامة التامة لهم وعلى سلامتنا نحن. تاي صاحب قلب كبير وطيب، وهو أيضاً رجل قاس جداً، وأنا أقر له بذلك، ولكن طيبة قلبه أكبر من قسوته، وهذا يشرح الكثير عنه، فهو رجل تشهد عليه ندوب جراحه، كما أنه يحظى باحترام جميع رجاله، إذ ليس بينهم رجل إلا وهو مستعد للسير خلفه إلى أي مكان. أعتقد أن الجميع يعرفون ما هو البطل، وحين يجد الجد وتسأل الناس من هو بطلكم، من هو البطل الحقيقي في نظركم، فلن يكون جوابهم هو مايكل جوردن ولا رون جيمس ولا ميكي مانتل، بل سيقولون إنه رجل يعلم أنه سيتم إرساله إلى التهلكة لكنه يذهب إليها على أي حال. أسألك يا إلهي أن تنزل بركتك على هؤلاء الرجال والنساء الذين تطوعوا للقيام بهذه المهمة. أبقنا سالمين.
هناك قسم قطعناه على أنفسنا، وهو أنه لو اضطر الأمر فنحن مستعدون أن نضحي بكل مستقبلنا ولو من أجل طفل واحد، ونحن مستعدون للتضحية بكل ما يلزم لإعادة طفل يظن أهله أنهم فقدوه إلى الأبد. الموقف: طفلة أمريكية مختطفة، الرهينة جيني، العمر 6 سنوات ونصف، الوقت في الأسر 18 شهرا، فريق إنقاذ الرهينة، مهمة إنقاذ طفل، موقع الرهينة البرازيل. عملية انتقاء الهدف بالنسبة للخاطف عملية مدروسة ولكنها غير معقدة. بالنسبة لهم هؤلاء الأطفال هم رزم من النقود، ويقومون باختبار ضحاياهم وفقاً لمدى ظهورهم ومدى قيمتهم المادية ومدى ضعف حمايتهم. يتم تحديد ضحايا الاختطاف ثم يجري عزلهم ومن ثم نقلهم إلى بلدان أخرى، وهذا ينطبق على الأكثرية الساحقة منهم، لا يسمع أحد عنهم شيئاً بعد ذلك. على مدى 3 أعوام من قيامي بهذا العمل خسرت 3 رجال. 2 منهم خسرتهما بسبب الخيانة، حيث قام محقق خاص ببيعنا وأنذر الخاطفين أننا قادمون. قام ببيعنا مقابل المال، لذا كانوا ينتظروننا، وقد باءت تلك العملية بالفشل ولم نرى الأطفال وقتها. حسناً، سنصل بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق. جهزوا معداتكم، تحضروا للمغادرة. الخوف هو العامل الذي يمنعني من ارتكاب الأخطاء، وأنا أشعر أنني شخص لا أقهر، ولكنني في نفس الوقت أشعر بالخوف. وأي شخص يقول لكم إنه ليس خائفاً، إنه يكذب عليكم، إذ إنه لن يأتي أحد لينقذنا إذا ما أخفقنا في مهمتنا، وإذا ما حصل خطب ما فسيتعرض الجميع للأذى. تذكروا، حالما تلامس الطائرة الأرض، كين ستخرج من الباب، وفور وصولنا إلى بقعة مخفية أريدكم أن تترجلوا من الطائرة بأسرع ما يمكنكم والتوجه فوراً إلى منطقة الأشجار. كين ستحاول أن تجد لنا علامة المخبأ، وإن لم تستطع سنقوم فقط بتأمين تغطيتنا. علم. وحين تتم تغطيتنا سنبقى مختبئين وسننتظر حتى تقلع الطائرة وتغادر. بالنسبة لفريق الأمن، أحضروا معكم أسلحتكم وقوموا بتأميننا. هل يعرف الجميع ما عليه فعله؟ نعم. حسناً، استعدوا وتجهزوا. ما من طريقة يمكن فيها التعبير عن مستوى الروح الجماعية التي يتحلى بها الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال والأخوة التي تنشأ بينهم. إنها علاقة قائمة على الثقة، حيث ينصب عمل كل واحد فيهم على نقل أولئك الأطفال إلى بر الأمان، وعلى التأكد من أن كل شخص في الفريق أثناء تأدية العمل سيخرج من تلك المهمة حياً من غير أذى. أتعامل مع تاجر أسلحة يخبئ الأسلحة لي في منطقة محددة. أكبر مشكلة يمكن للشخص أن يواجهها مع سلاح لم يتعامل معه من قبل هي أن يكون هناك معيار خاص للتعامل مع ذلك السلاح. لدي مجموعة من المعايير التي أستخدمها، لكن قد يصادف أحياناً أن أخذ سلاحاً لم يسبق لاستخدامه من قبل. لا يمكننا إنقاذ الأطفال من أيدي الخاطفين إذا بقينا بعيدين عن مكانهم، فالخاطفون في تلك الحالة سينتصرون أغلب الأوقات، إن لم يكن في جميع الأوقات. لذا لابد من النزول إلى مكان وجود الخاطفين وفعل كل ما يلزم فعله لتخليص أولئك الأطفال. المهم أن نعيده، لا يمكننا التكهن بما سوف نجده هناك، فبعض هؤلاء المهربين يعتنون بالأطفال المخطوفين جيداً لأنهم مصدر تجارة رابحة لهم، والبعض لا يهتمون لذلك، وقد وجدنا أطفالاً في ظروف مروعة، بعضهم كانوا مصابين بالتهابات.
وبعضهم كانوا مصابين بكسور في أطرافهم، وبعضهم مقيدين بكابلات ومثبتة على الحائط. فريقي مكون من محاربين قدامى متمرسين في عمليات تحرير المخطوفين، وهم مخضرمون في الأعمال الحربية. مع ذلك مرت أوقات رأيتهم فيها على ركبهم يذرفون الدموع بسبب ما رأوه من وحشية طبقت على أولئك الأطفال. الجزء الهجومي الوحيد من العمل الذي نقوم به هو اقتحام المكان من أجل إخراج الطفل المخطوف، أما باقي أجزاء العملية فتكون كلها دفاعية. حين يبدأ تبادل إطلاق النار تكون جميع الاحتمالات مفتوحة، وحين يكسر صوت الرصاص الصمت يصبح من غير الممكن إيقافه، لأنه بعد فتح النار سيعلم الخاطفون أن هناك عملية ما تجري، ومن الطبيعي بشكل عام أن يحاولوا حماية ممتلكاتهم. ينظرون إلى أولئك الأطفال على أنهم من ممتلكاتهم لأنهم مصدر دخلهم، لذا فإن انطلاقة الرصاصة الأولى ستخرج الأمور عن السيطرة. هذا العمل ليس مدعاة للفخر، ولا يمكن لنا أن نتبادل التحيات والضحكات من بعد هذا العمل المقرف. ليس عملا جميلا، لكننا نفعل ما علينا فعله وما يجبروننا على فعله. نشاهد أثناء الخدمة العسكرية بالتأكيد الكثير من الأشياء المروعة، ولكن حين نرى أشياء مروعة تخص الأطفال فإن لذلك أثراً مختلفاً على النفس. فيما مضى لم أكن في أحسن الأحوال إن صح التعبير، لذا فأنا أعرف كيف يكون شعورهم، ولا يمكن لأحد تصور ذلك الشعور. أذكر أنني كنت أجلس مهملاً آملاً أن يأتي أحد ليساعدني، لكن أحداً لم يفعل، ولأجل ذلك كونوا متأكدين من أنني سأكون موجوداً في كل فرصة يحتاج فيها مخطوف ما للمساعدة، ولا يهمني أين يكون مكانه أو كيف يكون وضعه، لأن ذلك هو ما تمنيت أن يفعله شخص ما معي. عندما نحرر المخطوفين فإننا نكون مجهزين بكامل العتاد القتالي وكامل الذخيرة القتالية. بالنسبة لطفل يرى أشخاصاً بمثل هيئتنا ويقول له أحدهم نحن هنا لمساعدتك، فسيقول له هذا مستحيل يا هذا. هيا لنحتفل مرة أخرى، هيا. مرة أخرى، هيا 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 لنحتفل. وأنت ألن تجربها أيضا؟ هيا جربها. أجل جربها، ستعجبك. انبطحوا على الأرض، هيا بسرعة. ما الذي يجري؟ على الأرض، على الأرض. ماذا يحدث؟ انبطحوا حالا، هيا. انبطح انبطح على الأرض.
عندما استدرت عند تلك الزاوية ورأيتها، لا أستطيع التعبير عن الموقف إلا بالتشبيه. نظرت إليها كما لو أنني شخص أعمى يرى قوس قزح لأول مرة. كانت تلك هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك، حيث استدارت نحوي ورفعت يديها. كانت تعلم أننا كنا موجودين، وذلك كان موقفاً عاطفياً غامراً. الأطفال يمتلكون نعمة النسيان، حيث يمكنهم أن يضعوا كل ما حدث خلف ظهورهم وأنه لم يحدث، وأن يشطبوا كل ذكرى تتعلق بهذا، وهذا شيء جيد. البهجة التي تملأ قلوبنا لدى إعادتنا لطفل إلى منزله هي مكافأة أروع من أن توصف. المختطفان في 12 و15 أخ وأخته، أمامك 72 ساعة، أتستطيع تولي المهمة؟ بعض أكثر عصابات تجارة الفاحشة وتجارة البشر تمرساً تعمل وفقاً لطلبات، حيث تخطف ضحاياها تبعاً لمواصفات محددة لأشخاص منفردين أو إخوة أو توائم، وتدفع مبالغ تتراوح من 10,000 إلى 100,000 من الدولارات لقاء ذلك. كفي عن استخدام الهاتف وارسال الرسائل، قل لها شيئا. دعيها ولا تضغطي عليها. كما تريد. هي، ماذا يجري؟ يبدو الامر خطيرا، يجب ان نتحرك ونغادر الغرفة بسرعة. هيا اسرعا، هيا اتركي الهاتف من يديك وتحركي بسرعة. هيا. وانت ايضا هيا انهض. ماذا يجري؟ هناك خطب ما، فلننزل. هيا بسرعة. تعالوا من هذا الاتجاه وانزلوا على السلالم. هيا بنا. من هنا رجاء، من هذا الاتجاه. ميكو، من هذا الطريق من فضلكم. هيا بنا. على جميع العائلات التي لديها أطفال أن تسلك هذا الاتجاه. إلى الأسفل، انزلوا إلى الأسفل، تابعوا السير. لا، إلى الأسفل، انزلوا إلى الأسفل، تابعوا السير، تابعوا النزول إلى الأسفل. ها نحن ذا. من هنا. ما يرجح جعل عملية الاختطاف تتم بنجاح هو أن تكون الضحية متجاوبة وخاضعة لمختطفيها،
وهناك عدة طرق من أجل إفقاد الإنسان وعيه، ومنها استخدام المواد المخدرة والتي يمكن أن يتم استخدامها بشكلها السائل أو بشكل مسحوق، ويمكن دسها للشخص من غير أن يعرف، كما يمكن وضعها موضعياً على الجلد، وبعدها لا يبقى إلا الانتظار حتى يبدأ مفعول المخدر. ولداكما حيان ونحن نعرف مكانهما، إنهما في بنما، والشيء الصعب هو أننا لا نستطيع الذهاب إلى هناك واسترجاعهما. ما علي فعله؟ ما الذي تعنيه أنكم لا تستطيعون الذهاب؟ ما هذا الذي يقوله؟ واجب الانتربول إعلام السلطات في البلد المعني. هذا ما نفعله، نقدم معلومات عن الجريمة. لا يمكنني استرجاع لديكما بنفسي، ولكن بإمكاني إعلام السلطات البنمية. ما هذا الذي تقوله؟ ماذا؟ يبدو أنهم عاجزون عن فعل شيء. هل تحدثت مع أحد؟ هل هما بخير؟ هل تحدثت معهما؟ لا يمكنني أن أقول لك ذلك، ولكن يا سيدي وفقاً لخبرتي. لكن لابد أن يهتم أحد ما بهذا الأمر. هل يهتم أحد ما بالأمر؟ حتى الآن لم أتكلم مع السلطات المختصة هناك لعدم ثقتي بهم. أليس لديك أولاد؟ نعم لدي. أشكرك جداً لما تقوم به. حقيقة نحن بحاجة أن نعرف ما إذا كانت الحكومة أو الدولة أو أي جهة. لا، هذا لا يكفي، يجب أن تقوموا بما هو أكثر من هذا، هذا غير كاف. أتفهم حالة إحباطكما حقيقة. هذا ليس مقبولا. ما أستطيع فعله إعطاؤكما اسم شخص يستطيع مساعدتكما، وهو متخصص في تحرير الأطفال المخطوفين وخاصة من عصابات الاتجار بالبشر. الكثير من الناس يظنون أن الانتربول جهة أمنية شبيهة بالFBI، لكنهم ليسوا كذلك، بل فقط يجمعون المعلومات عن النشاط الإجرامي حول العالم ويسلمون المعلومات إلى البلدان الأخرى المعنية التي يمكن أن تكون الوجهة المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. سبق أن واجهوا جرائم اختطاف أطفال من قبل تجار فاحشة وقاموا بالتواصل مع البلد المعني، لكن ذلك لم يفضي إلى أي نتيجة. تعرفت إلى عدة أشخاص عملوا لدى وكالة الانتربول وقالوا لي حين نكون بصدد جريمة خطف يكون بإمكانك تسخير الإمكانيات للقيام بشيء حيالها وسنوكلها لك. تاي، المختطفان في 12 و15 أخ وأخت، جنسيتهما اسكندنافية، وهما حاليا خارج قرية صغيرة في بنما تدعى بوكيتا. إن أمام 72 ساعة قبل إعلام السلطات في البلد المعني. 72 ساعة؟ أتتولى المهمة؟ يمكننا ذلك. شكرا، سررت برؤيتك. ليس صحيحا. ما نقوم به أعمال حربية حقيقية، وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يفهمون هذه النقطة ويقولون أريد الذهاب معك، لكن لا يعرفون عملنا. فالمجرمون يكسبون الكثير من المال من وراء ضحاياهم من الأطفال، وهم ليسوا على استعداد للتخلي عنهم. فريقي أبطال، أحيط نفسي بأفضل الرجال. أصطحب معي حالياً من يرون الحياة على أنها موقف، ولديهم تجارب كثيرة ولا يتقاضون أجراً بالرغم من احتمال تعرضهم للقتل. الموقف، أخ واخته مختطفين من قبل عصابة لتجارة الأطفال، الرهائن ميكو ولورا، أعمارهم 12 و15 عاماً، الوقت في الأسر 6 أسابيع. فريق إنقاذ الرهائن، مهمة إنقاذ طفل، موقف المهمة داخل البلاد. مرحبا. كيف حالك؟ يقول إن كل شيء جاهز، المعدات موجودة هنا. ما هذه الأسلحة؟
اعتقدنا بأننا سنحصل على أفضل المعدات، ولكننا كنا نتفاجأ ببنادق تحمل 6 طلقات فقط، وأحياناً نقصاناً في عدد السترات الواقية، وكان ذلك سبباً لتلقي تاي مرة طلقة في صدره. كنا ننتظر بندقية BMG، فأحضروا لنا بندقية من عيار 22. كنا نقول أيام الخدمة العسكرية: عليكم الارتجال والتكيف والتغلب على العقبات، وإن لم تكونوا قادرين على ذلك فأنتم في المكان الخطأ، لأنه إن لم تستطع الارتجال والتكيف فلن تتغلب على أي شيء. ما هذه الأسلحة؟ ليست التي طلبناها. يقول إنها ليست مشكلته، فهو اشترى الصندوق وحسب، وهذه المشكلة تقع على عاتقنا. مع كل يوم يمضي يتعرض الطفل المخطوف للتعذيب ويعيش في ظروف لا يجوز أبداً أن يعيش فيها، فضلاً عن وجود احتمال بأن يغيروا مكان وجود الأطفال. لذا يجب أن نسرع رغم نقص المعدات لدينا ونقص ما نريد، لنقبل بما لدينا. يقول إنه توجد مشكلة أخرى صغيرة. يقول إن هناك أطفالاً أكثر مما كنا نظن، قد يكونون 7 أو 8 أطفال، ربما هناك 7 أو 8. لدينا شعار: لن نترك أي طفل خلفنا، ودائماً أو بالأحرى غالباً يكون مع الخاطفين أكثر من طفل واحد محتجزين، وحين نذهب لإنقاذ الطفل نجد آخرين معه. نحن لن نترك أطفالاً خلفنا. يقول إن عصابات الخطف في حالة جهوزية قصوى وأنهم يقاومون بشدة، ولا بد لنا من الحذر. يقول إن مهمته انتهت. حسناً، هيا بنا. يا شباب، ضعوا الأسلحة في مكانها وسوف نقوم بتفحصها لاحقاً، والآن دعونا نحمل هذا الصندوق ونخرج من هنا. حسناً. أيها الزعيم. أجل. حين كنا نستعد للمغادرة وجد المسؤولان عن المعدات بعض المعدات المميزة، وكانت 6 ألغام كليمور مضادة للأفراد، وألغام كليمور متفجرات موجهة ولها شكل نصف قمر. قال لي أحدهما: توجد 6 ألغام هنا وأريد أن أخذها. قلت له: برأيي لا نحتاج إليها، لدينا الآن كل ما بوسعنا حمله. قال لي: اسمع، أفكر أن أخذها معي، لذا سوف أخذها معي. فشعرت كما لو أنه يعطيني أمراً، فقلت له: حسناً، لكن أنت من سيحملها؟ حسناً، ادخلوا ادخلوا، هيا هيا. انطلقوا، هيا بنا. وصلنا الموقع وزرعنا الألغام على طوق مسافته 25 متراً أمام المبنى. لم تكن هناك إشارة إلى وجود أي شخص مستيقظ، وكانت هناك نافذة على كل اتجاه وباب أمامي. كنت أركز بشكل أساسي على كشف الأهداف البعيدة والمتوسطة البعد. وكانت مهمتي هي التأكد من خلو طريقي أثناء الدخول وتأكدي من خلوه أثناء الخروج. وعندما كانوا يقومون بالتقدم نحو نقطة للدخول، كانت مهمتي عملياً هي الإعاز لهم لتنفيذ تقدمهم على قفزات. مثلاً حين يريدون أن يتجهوا نحو بهو ما، تكون مهمتي هي التأكد من أن جميع النوافذ المطلة على ذلك البهو خالية. وبشكل عام حين يكون الوضع هادئاً، أقول لرفاقي: الطريق خال عبر البهو. تحرير المخطوفين والرهائن عملية في غاية الخطورة، ليس السبب هو ما فيها من اشتباكات تكتيكية قريبة،
بل هناك أيضا وجود ضحايا في المكان، وهؤلاء الضحايا هنا هم الأطفال. لذا فما يحدث في الواقع هو العمل على مسارين تكتيكيين في ذات الوقت، وكل مسار منهما يؤثر بشكل كبير على الآخر، وتكون هناك فرصة واحدة لتنفيذ العملية بشكل صحيح في المرة الأولى، لأنه إن فشل تنفيذ العملية فلا مجال للتراجع، فالخاطفين سيقومون بأخذ الرهائن ونقلهم إلى مكان آخر أكثر سرية، ولا مجال لاستردادهم. بطرف عيني اليسرى رأيت شفرة كبيرة قادمة نحوي، وكانت شفرة منجل، وحين ضربني بها قام أحد رجالي بإطلاق النار علي، وسألته لماذا لم يقم بإطلاق النار عليه قبل أن ينال مني، فقال لي بأني لا أحبك كثيرا. انبطحوا على الأرض، هيا هيا انبطحوا، هيا انبطحوا، هيا كلكم. حسنا لورا ميكو، هيا بنا، هيا بنا لنذهب، سنأخذكما إلى المنزل، انتهى الأمر، هيا بنا، أصبحتما بخير. هيا جميعا أمسكوا الحبل، كلكم أمسكوه واتبعوني، لا تفلتوه، ابقوا معي، أفهمتم؟ ابقوا معي. عنصر الاقتحام، عناصر الفريق الثاني، أين هو عنصر الأمن؟ لنخرج من هنا، اتبعوني هيا. هيا 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 تحركوا. الأطفال سمعوا أصوات المتفجرات وسمعوا أصوات إطلاق نار، وكانوا يروننا نحمل الأسلحة ووجوهنا مموهة، وكنت أنا شخصيا مغطى بالدم، وكان ذلك الوضع مرعبا جدا بالنسبة إليهم، كان من الصعب أن يستوعبوا ذلك، وكنت أشعر أنني أريد أن أضمهم وأن أعانقهم، ولكنني لم أستطع، لأن هذا ما كان يفعله الأشرار معهم. فلنتحرك، هيا بنا نخرج، هيا هيا بسرعة. تحركوا، هيا هيا بنا يا أولاد بسرعة، هيا بنا هيا بنا، هيا تحركوا، هيا هيا بسرعة، هيا لنذهب إلى الشاحنة بسرعة، بسرعة، هيا تحركوا، هيا بسرعة أسرعوا. بعض المنظمات الخيرية تعطي للناس الأدوية التي يمكنها التخفيف من آلامهم، وبعضها يعطيهم المعدات التي تجعل حياتهم أسهل، أما نحن فننقذ حياة طفل. إعادة طفل إلى أهله بعد أن ظنوا أنهم فقدوه إلى الأبد، ماذا تسمون هذا العمل؟
حين نعيدهم ونسلمهم إلى أهاليهم يكون الموقف عاطفيا جدا. في الواقع أحاول أن أبقى بعيدا عن ذلك الموقف، فأنا لا أريد أن أتعلق بهم، فقد قمنا بواجبنا وأعدناهم. أنا رجل عاطفي جدا على أي حال، لذا يقوم رجالي في الفريق بتسليم الأولاد إلى أهاليهم. أعتقد أن الجميع يعلم ما هو البطل. إنه رجل يعلم أنه سيتم إرساله إلى التهلكة، لكنه يذهب إليها على أي حال.